بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم ولياليكم مشاهدين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدين الأعزاء، طويلا تمتد معركة اليمنيين تاريخيا مع فئة ومجاميع تدعي أن لها حق إلهي لحكم اليمنيين وأخذ ثرواتهم والتحكم بقرارهم ومصيرهم، بل واليمنيين امتدت عبر آلاف السنين وهم يقاومونها ويجتهدون في دحرها ورفضها. تدور المعارك والصراعات معها، وكلما خبت نمت من جديد. إنها بذرة خبيثة تواجدت على الأراضي اليمنية منذ سنوات طويلة، وتظهر كالفيروس حينا بعد حين. ولذلك مشاهدين الكرام، قدر اليمنيين اليوم أن يواجهوا هذا المشروع الخبيث الذي امتد على خلافات اليمنيين وطفى إلى السطح من جديد، مستحضرا كل معاني الكهنوت وتداعياته من فقر وجهل وقتل ومرض. تحل على اليمنيين ذكرى يحييها الأبطال في الجبهات والشباب في الميادين، تلك الرصاصة التي أطلقها الشهيد علي القردعي على صدر الإمامة في 48، تلك الضربة التي قضت نوعا ما ولو بشكل مؤقت على رمز من رموز الكهنوت الذين ساموا اليمن وساموهم أشد العذاب وأدخلوهم في الفقر والجوع والمرض والاقتتال والخرافة وغير ذلك. تلك المقاومة وذلك المشروع لم يتوقف ولم يكل أو يمل رغم انكساره في 48، لكنه عاود الكرات مرة تلو أخرى وصولا إلى 26 من سبتمبر عام 62، يوم ظهرت الجمهورية وانضوت واختفت الإمامة. ها هو المشروع الكهنوتي يطل من جديد، وها هم اليمنيون في كل الساحات والميادين يحتشدون لمواجهته ومقاومته، مستحضرين رصاصة الشهيد علي القردعي ومستخدمين البندقية والمدفع في مواجهة أحفاد الإمامة والكهنوت. هذا الموضوع مشاهدين الكرام، المشروع اليمني المقاوم للكهنوت من طلقة الشهيد القردعي إلى قتال الميليشيات الحوثية، موضوع حديثنا وتغطيتنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. أناقش موضوع هذا مع ضيوفي الأعزاء الذين هم معي عبر الهاتف، وفي مقدمتهم وكيل وزارة الثقافة الأستاذ والكاتب والباحث زايد جابر. أستاذ زايد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. تحية لك أستاذ زايد ولكل أطروحاتك وكتاباتك التنويرية التي تنقل للشعب اليمني وتلخص له مشكلته الماضوية وكيف أنها متجددة وطرق وسبل مكافحتها. ومعك سنربط ما بين الماضي والحاضر، وما بين طلقة الشهيد القردعي، وما بين أيضا قتال الشعب اليمني لميليشيات الكهنوت اليوم. لكن قبل أن نبدأ سنتابع سويا تقريرا الذي أعده الزميل فؤاد فارس. لأن عهد يحيى كان مجرد مسيرة موت، قرر الأحرار أنه لا بد أن يموت، قرار اتخذه الأحرار بعلمائهم ومثقفيهم وعسكريهم بعد أن رأوا في مصرع الطاغية حياة شعب وحرية وطن. انتدب الأحرار علما من أعلامهم للمهمة الأخطر في ثورتهم، مهمة نسف الصنمية والقداسة التي تم إضفاؤها على يحيى بوصفه الكائن المستعصي على الرصاص والسقوط. تقدمت مأرب للمهمة ممثلة بالشيخ الثائر الشاعر علي بن ناصر القردعي، الثائر الذي تصدى من قبل للإمام يحيى واستطاع أن يفر من سجنه ليقرر مع رفقائه الأحرار تخليص الشعب من السجن الكبير للأمة. أطلق القردعي رصاصة الحرية فخر رمز استعباد الشعب صريعا،
غيرت ثورة 48 مسار تأريخ اليمنيين، وفيما ركز البعض مجهرهم على فشلها في المدى القصير، كان قارئو التأريخ يدركون أنها وعلى المدى البعيد قد انتصرت في وعي الشعب الذي سيصنع التغيير، وهي حقيقة سيمثل فجر سبتمبر دليلها الأقوى، حيث سبتمبر روح تسري في كيان الشعب الذي ظنت الميليشيا أن عقودا من الزمن قد أنسته ثورته، فكانت الانتفاشة انتفاشة ميليشاوية أضافت لكل قبح الإمامة التي نكلت باليمنيين حقدا يستهدف تركيع العرب كلهم للإيرانيين. ظنت الميليشيا وكان ظنها الإثم بذاته، ففي مواجهة مسيرة الموت احتضنت كل جبهة ألف قردعي جديد، وكانت مأرب اليوم هي ذاتها مأرب صاحبة الرصاصة الأكثر دويا في مواجهة الإمامة ورأس الإمام. رأت الميليشيا رأي العين أحفاد القردعية يواجهون حشودها في كل جبهة، وأيقن الأحرار عين اليقين أن ميليشيا الحوثي ليست فقط ميليشيا إمامية تستهدف تركيع شعب لسلالة، فمع كل القبح الذي حملته الإمامة التي أسقطتها سبتمبر تضيف ميليشيا الحوثي كل سيئات ملال إيران ومخططاتهم القذرة. وفي وجه تضاعف القبح الميليشاوي تتضاعف قوة اليمنيين المؤمنين بحريتهم الواثقين بانتصارهم الحتمي على قبح الميليشيا، ثقتهم بحتمية شروق الشمس مبددا الظلمات. شكرا للزميل فهد فارس على هذا التقرير. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا وبضيفي الكاتب والباحث وكيل وزارة الثقافة الأستاذ زايد جابر. أستاذ زايد أهلا وسهلا بك. نتحدث في ذكرى طلقة الشهيد علي القردعي، هذه الطلقة التي لم تكن تستهدف شخص بقدر ما هي ما أصابت منظومة أو مشروع كهنوتي جثم على الشعب على صدور الشعب اليمني لعشرات ومئات السنين، وها هي الرصاصات اليوم من الأحفاد أحفاد القردعي رحمة الله عليه تواجه ذات المشروع، فما تعليقك في البداية؟ شكرا لك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة يعني هي مناسبة عظيمة هذه التي نستذكر فيها أولئك الشهداء العظام والرموز الكبار وهذه المسيرة الممتدة لنضال شعبنا اليمني يعني لمواجهة ذات المشروع. الحقيقة كانت يعني ثورة 48 أو حركة 48 كما يسميها آخرين، يعني هي لم تكن بداية الانطلاقة وإن كانت أهمها، وإنما كانت تتويج لنضال بدأ منذ تولي يحيى حميد الدين لمقاليد السلطة سنة 1918، حيث بدأت الانتفاضات القبلية، ثم بدأ منذ الثلاثينيات انتظام الأحرار في بما يشبه التنظيمات وهروبهم إلى عدن وإنشاء حزب الأحرار، ثم توجت بحركة 48 ويعني كانت إذانا بإيلاج فجر جديد وهو ما حدث في 62، وكما قالها أحد رموز تلك الحركة المباركة جمال جميل العراقي، ذلك الضابط الذي وهب نفسه وحياته في سبيل دحر هذا الكهنوت، قال وهو يقدم إلى ساحة الإعدام: لقد حبلناها وستلد، وهو ما كان. ويعني هذه النضالات اليوم هي أيضا ضمن هذا الفداء والاستمرار للحركة الوطنية اليمنية، والتي ستتوج يوما قريبا لا نشك فيه بإنهاء هذا الكهنوت وهذه الغمة التي حلت على الشعب اليمني، وسيكون هؤلاء منذ الحرب الأولى في عام 2004 وحتى اليوم الذين واجهوا والقبائل التي واجهت في صعدة وفي عمران وفي حجة وفي الرضمة وفي كل مكان منذ ما قبل 2014 كلها سيذكرها التاريخ على أنها امتداد موحد لنضال الشعب اليمني وتقديمه للضحايا من أجل الدفاع عن كرامته وعن سيادته وعن حريته وعن جمهوريته التي أراد هؤلاء
أن يطووها وأن يعودوا إلى زمن الكهنوت الذي ولى بإذن الله. أستاذ زايد، فيما يتعلق بالشهيد علي القردعي رحمة الله عليه، يعني كان رغم وجاهته ويعني مكانته القبلية إلا أنه واحد من الذين اكتووا بنيران الإمامة وظلمها ويعني استعبادها لأبناء الشعب، ولذلك يعني وقع في الأسر أحيانا واعتقله الإمام أحيانا أخرى، ثم غد يعني هناك قصة نضال متواصلة انضوى بعدها ضمن الأحرار الذين يواجهون هذا المشروع. دعنا نشير إلى بعض تحركاته ونضالاته. نعم صحيح، وهذا يرد على أولئك السلاليون الذين يتقمصون اليوم أنهم ضد الحوثي في حين أنهم يدافعون على المشروع الإمامي، والسلالي الذين يعني تطاولوا وقالوا أنه كان مجرد أجير لبيت الوزير. بيت الوزير كانوا أحد أبرع الإمامة، وهم أراد الثوار في 48 أن يستخدموهم كحطة أولى في سبيل القضاء على المشروع الإمامي برمته. أما شهيدنا القردعي رحمة الله عليه فقد بدأ من قبل حركة الأحرار، أيضا قبل أن تنشأ حركة الأحرار ويذهبون إلى عدن كان هو قد أدرك مخاطر هذا المشروع السلالي وقاوم، بل وحتى الاستعمار البريطاني، ويعني أراد أن يقاوم هناك، وأراد الإمام أن يستدرجه إلى اللي يتم القضاء عليه وفي التعاون مع بريطانيا، وهو أمر كشفه مبكرا منذ الثلاثينيات، ولهذا يعني قال بأبياته المشهورة: صاب الله الوقت بيجاني وقال اذهن قمش الحملة الثقل من فوق الأعداني، قد هم على شور من صنعاء إلى لندن متفاهمين كلهم سيد ونصراني. هذه الإدراك المبكر لترابط المشروع الإمامي والاستبداد الداخلي مع الاستعمار الخارجي كشفه الشهيد القردعي منذ وقت مبكر، وطبعا خرج من السجن وهو فر، يعني مع أنه كان يقول له الإمام يحيى لن تخرج إلا إلى خزيمة، وخرج ولكنه كان محبطا لأنه لم يجد استجابة لمقاومة يعني ضد الإمام، ولذلك عندما بدأت حركة الأحرار يعني اليمنيين يتجمعوا وعلم أنه هناك حركة في صنعاء ما وسعته الأرض من الفرحة، وقال يعني أيضا وأكد على ذلك أنه لا بد أن يحضر، وحضر ويعني أخذ المهمة الأصعب وهي مقتل الإمام يحيى. وعلى فكرة هم يعني الأحرار لم يكن من ضمن الخطة أن يقتلوا الإمام يحيى وهو كان كبير في السن، وكانت الخطة أن ينتظروا حتى يموت ثم يبايعوا شخصا آخر وتقوم الحكومة الدستورية ويعلنوا الحكومة التي كان كل شيء قد تم الاتفاق عليها، لكنه كشفت خطتهم وتم نشر أسماء الحكومة في عدن وفي القاهرة في يعني في تلك الفترة، وهي استدراج من ولي العهد أحمد آنذاك، فوجدوا أنفسهم أمام خيار ليس لهم منه بد وهو أن يتغدوا به قبل أن يتعشى بهم، فكانت الحركة يعني وقام هو بالمهمة الأعظم والأكبر في مقتل الإمام يحيى. فهذه كانت يعني قناعاته ونضاله منذ أن وعى نفسه وهو وقبيلته وأسرته، ولم يكن مجرد يعني أنه يعمل لبيت الوزير أو غيره، حتى أنه اختيار الوزير من الأحرار لم يكن سوى محطة، لأنهم رأوا أنه لابد من محطة وسيطة، يعني أن الانتقال المباشر، ويجب أن نحاكم هذه القضية بظرفها الزمني والتاريخي. كنا في سنة 48 وكان التشيع بالإمام يحيى وبالإمامة بشكل غير عادي، حتى أن الزبيري كان يقول للإمام يحيى: من أين يأتيك العدو وأنت في بلد تكاد صخورها تتشيع؟ ففي تلك الفترة كانت المسألة. ثم إن الميثاق الوطني المقدس التي اتفق عليها الأحرار كان قد أنهى، يعني أنشى مجلس شورى وأنهى قضية، يعني لم ينص أيضا على أنه يجب أن يكون من البطنين كما يزعمون، هو أختار شخص يعني وكان ذا ثقل، أرادوا من ذلك أنهم يعني يكتوا في عض العصبية الهاشمية في تلك الفترة والإمامية. وحدث أيضا بعد 48 أنهم أيضا شجعوا أحمد وهو قاتلهم والسفاح الكبير على ولي العهد البدر، وكتب القاضي الإرياني نفسه قضية المبايعة لولي
العهد البدر، وهي خطة يعترف بها حتى الإماميون اليوم أنها أتت يعني مفعولها في إثارة الخلافات داخل الأسرة الحميدية وداخل الأسر الهاشمية الطامحة للإمامة في تلك الفترة. فهي خطط وأساليب ووسائل تنوعت يعني طوال فترة النضال الطويل، ويعني وكان الهدف النهائي حتى في 48 كما يذكر القاضي عبد الله الشماحي كانوا يسعون إلى الإنهاء الإمامة من جذورها، لكنهم وجدوا أنه من الصعب إعلانها فجأة قبل أن يكون هناك توعية في أوساط القبائل وفي أوساط الشعب، وهو ما حدث خلال الفترة التي تلت 48 حتى نضجت الفكرة ووجدوا دعما جديدا من مصر وغيرها، فتبنوا الجمهورية وإسقاط النظام الإمامي برمته. الدعم القبلي واضح أيضا أن الشيخ القردعي كان يتكئ على قبيلته، قبيلة مراد، وكانت مساندة له، وواضح أيضا من خلال ما كتبه المؤرخون بأن أيضا الإمام غزا هذه القبيلة وأرسل جيشه نحوها وأحدث فيها أيضا قتلا، مثلها مثل بقية القبائل. إلى أي مدى، أو يعني دعنا نشير هنا إلى الزرانيق، إلى أي مدى العمل القبلي كان أيضا الوسيلة الأنسب في ذلك الوقت لمواجهة مثل هذه هذا المشروع الكهنوتي وانضاف إليه رموز مقاومة أخرى؟ الحقيقة المقاومات القبلية هي بدأت قبل ظهور حركة الأحرار، يعني كان هناك مقاومة في حاشد، وكان هناك مقاومة الزرانيق وخاضت بطولات وصراعات كبيرة، وكان هناك مقاومة المقاطرة وإب كذلك، هذه وكان هناك مقاومة أيضا، ويعني ما قام به الإمام مع قبيلة مراد ومع الشيخ علي ناصر القردعي وأسرته، هذه كلها كانت يعني تعبر عن سخط عن الوضع القائم، لكن لم يكن هناك ما ينظمها، لم تكن هناك منظومة أو تنظيم أو فكرة. حتى بدأت حركة الأحرار منذ ما بعد سنة 1934 تتويجا إلى أن وصلوا إلى 48، وثم أجروا تقييما لما حدث وأسباب الفشل، فوجدوا أيضا أن من الأخطاء التي وقعوا فيها أنهم تركوا القبيلة اليمنية نهبا لدعايات وتضليل الإمام. يعني تصور أن الدستور مثلا كان يروج في أوساط القبائل أنه يعني اختصار القرآن وأنهم ضد القرآن، هذه الدعاية الإمامية كانت تعمل عملها في أوساط القبائل في ظل الجهل المستشري في تلك الفترة. قاموا وهم حتى في السجون بإحداث مراجعة، ثم تواصلوا مع عدد من القبائل من حاشد ومن بكيل ومن غيرها، وهو ما أفادهم بعد ذلك في يعني ثورة 62، حيث كان لعبة القبيلة دورا كبيرا في مساندة الثورة، وإن ظل بعضها أيضا مع الإمام، لا زالت يعني لم يترك هذه يعني ومعتمد على القبائل خصوصا في مناطق الجهل والتعمية حتى اليوم. لا نلاحظ أن اعتماد الحوثي على القبائل التي ساد فيها الجهل واليابة هو عدو للتعليم، إلا ما كان التعليم الموجه والأيديولوجي والذي يربط النجاة في الآخرة وفي الدنيا بالارتباط بعلم من آل البيت أو بما يعني كان الإمام أو العلم كما يسمونه اليوم. نعم، سنأتي إلى استخدامهم إلى موضوع الشعارات والمسميات الدينية، وكيف أنهم يعني حتى مصطلح أنصار الله الذي يستخدمون الحوثيون اليوم كان الإمام قد استخدمه في السابق، وكيف أن القرآن ويعني كان يتخذه شعارا ووسيلة في ذات الوقت لظلم ونهب واستمرار حكمه البائد. طيب اسمح لي أستاذ زايد فيما يتعلق بهذه النقطة، الشعارات، المنظور الديني، وكيف رغم أن الوعي لم يكن بالقدر الكافي كيف واجهه اليمنيون؟ الحقيقة هم يستندون، يعني أنا أتذكر يعني بعد فشل ثورة 48 ونجاته، هذه كان من الأخطاء التي وقعوا فيها، أنه كان مقررا أن يقتل يحيى حميد الدين في صنعاء وأحمد في تعز، لكن لم يحصل ذلك، قتل يعني الإمام يحيى واستمر أحمد ونجا وذهب وكتب إلى الإمام الدستوري عبد الله الوزير يعني من أمير المؤمنين الناصر لدين الله أحمد ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله يحيى ابن أمير المؤمنين، إلى أن وصل ابن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ابن رسول الله، أما بعد فإني آتيك بأنصار الله، هذا المسمى الذي أطلقه على جماعته
وأن طارح الذين أباح لهم صنعاء، وهو نفس المسمى الذي أحياها الحوثية اليوم. فهذه النزعة الدينية، وكان يعني يقول لهم قتلوا الإمام الشهيد ابن رسول الله، واستعطاف الناس بهذه العاطفة الدينية. لكن يعني مع ذلك هذا يعني الذي كان الناس يظنون أنه من المستحيل يعني في ظل هذه العاطفة الدينية وترسيخها خلال قرون أنه يمكن أن تنجح ثورة في اليمن، ومع ذلك استطاعت نخبة صغيرة وبسيطة أن يعني كيف تقنع الناس، لأن الظلم كان حادث على الناس والسخط كان قائم، وإنما مهمة النخبة ليست هي من صنعت الثورة. هكذا يقول الزبيري رحمه الله في تقييمه لحركة الأحرار اليمنيين، يقول نحن لم نسبق الناس بل أتينا لاحقين لهم، واستمدينا حركتنا وحركة الأحرار اليمنيين إنما جاءت استلهاما لنضال الشعب اليمني، لنضال الفلاح، لنضال الرجل البسيط الذي ضج من هذا الظلم والذي رفضه بفطرته وشعوره بالكينونة، ويعني أنه ليس عبدا لهؤلاء المدعين. نعم، أرجو أن تبقى معي أستاذ زايد، أرجو أن تبقى معي وسأستكمل معك الموضوع. معي الآن منضم معنا للحوار والحديث حول هذا الموضوع، موضوع المشروع اليمني المقاوم للكهنوت من طلقة القردعي الشهيد رحمة الله عليه إلى قتال الحوثيين، الشيخ أحمد محمد مسعد بن ناصر القردعي، وهو حفيد الشهيد القردعي. شيخ أحمد، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي العزيز الأبرائي، ومرحبا بالضيف الكريم الأخ زائد جابر، أشكره على أطروحته وعلى استدلالاته التاريخية، ومرحبا بكم جميعا. ومرحبا بك، ونحن نحييك معنا في هذا البرنامج، ونحن نناقش كيف أن طلقة الشهيد القردعي وإن كانت أصابت رأس الكهنوت في ذلك الوقت، إلا أنه كان مقاوما لهذا المشروع رافضا له، ليس بمفرده بل أيضا مع رجالاته من أبناء القبائل ومن أيضا أنصاره، وهو كان أيضا بعد ذلك ضمن منظومة الأحرار الذين يواجهون هذا المشروع. ماذا عن لديك في التعليق حول هذا الموضوع؟ والله أشكركم على كل ما وضعتموه، وأريد أن أقول لكم أنه لا يمكن أن نختصر مواقف الشيخ البطل الشيخ ناصر البردعي بالطلقة الأولى، بل إنه ثار وناضل وسجن وحورب وشرب هو وأسرته وقتلوا وهدمت حصونهم وهم يقارع الإيمان من الثلاثينيات. فلن تأتي الطلقة إلا بعد عنا وبعد قارع الإمام لمدة طويلة، وقد كانت الطلقة هي التي كسرت الحاجز الذي كانوا يظنوا أن الإمام جلده مصرف لا تقطع فيه طلقة ولا يقطع فيه حد، وهذا الموقف الذي عمله القردعي أثبت لهم إنه عادي الإمام بظلمه وسحره وكهنوته وتجهيله لليمنيين جاثم على صدورهم عقود. وكانت ثورة غيرت، وهي تعتبر الثورة الأولى في الوطن العربي، ولن تكون مجرد ثورة أجيال الحضرمي استئجار للبطل الشامخ علي نصر الجردعي، بل من معاناه بل من ضغطه أراد أن يخرج اليمن من ظل الحكم الطغاة الكهنوت، الحكم الدستوري في ذاك الزمن كان خطوة أولى باتجاه الحكم الجمهوري، والحمد لله هي لن تفشل، ولكن أسفل
الخطوة الأولى لدحر هذا الحكم البغير. نعم. وما زال أحفاد الشهيد القردعي رحمة الله عليه وأبناء الشعب اليمني حتى الآن في موجات متتالية في مواجهة هذا المشروع الذي يعني يظهر كلما اختلف اليمنيون، فكيف أيضا تتابع ويعني التكاتف اليمني في مواجهة المشروع الإمامي الحديث الممتد تاريخيا؟ شوف ثورة 48 زي ما قلت لك هي الخطوة الأولى، وكانت وكلتها حركات نضالية للأبطال المناضلين في لن أستطيع أن أحصركم في دقائق محصورة حتى ثورة 62. ومن أخطاء من أخطاءنا التي يستفيد بها الإماميون أنهم كلما خرجوا من الباب عادوا من الطاقة ودخلوا في أهم مفاصل الدولة، وهذا ما حدث في مؤتمر حرب في ثورة 62 أنهم أعادوهم واستمروا وتغلغلوا حتى اليوم ونحن ندفع ثمن أخطاءنا، لأن هذا المدسوسين أخذوا الذين على اليمنيين على الأجيال اليمنية على الحميريين أنهم لهم حق إلهي لن يأتي الله تعالى محمد رسول الله. ما حدث في 62 الخطأ الكبير أنهم أعادوهم إلى الدولة وشاركوا عاد القصد وهم تصلموا في كل لحظة، ولكن ما حدث وخاصة في الفترة الأخيرة بعد 21 سبتمبر اليوم المشؤوم الذي دخلوا فيه إلى صنعاء قد رفعوا رؤوسهم اليمنيين أن يرفضوا القوم الذي يحملوا أمور لا ترضي اليمنيين ولن يقبلوا بها، وهو إعادة الإمامة تحت عباية آل البيت. نحن نرفضهم والشعب جميعا نرفضهم، والمعارك التي تحدث ستستمر، إنها ثورة مستمرة حتى يتم النصر على هذه الفئة البابعة حول الله، وما يحدث في كل الجبهات يثبت ذلك بثبوت الأبطال من كافة اليمن. إن الجبهات الموجودة في مأرب لن تكون من أبناء مرتجع، إنها من أبناء اليمن، من غيمة، من تعز، من عمران، من صعدة، من صنعاء، من كل مكان. نحن ثابتين وسنستمر، وندعو من الله أن يثبتنا وينصرنا على هذه الفئة الباقية، وإنها ثورة مستمرة ولا يمكن أن نتراجع إلا بتحرير صنعاء واستعادة الدولة ونصر القضية اليمنية بإذن الله تعالى، وهذا ما ينظر إليه اليمنيين كافة. الشيخ أحمد محمد مسعد ناصر القردعي حفيد الشهيد القردعي شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك شيخ أحمد، أشكرك جزيل الشكر. وأعود إلى الأستاذ زايد جابر. أستاذ زايد، رغم أن يعني أن الشهيد علي القردعي رحمة الله عليه كان قد استشهد، قد قتل على أيدي الإمامة مرة ثانية عندما فشلت ثورة 48، إلا أن الشعب اليمني لم يتوقف في نضالاته عند هذه النقطة، هناك كرات عديدة و يعني مقاومة مستمرة لهذا المشروع امتدت لعشرات السنوات فيما بعد حتى تحقق النصر. دعنا نعرج على هذه النقطة استلهاما للحاضر أيضا ورفضا لمشروع الكهنوت الحالي. كريم، أنها كثرت الحاجز، يعني كانت الدعاية الإمامية تذهب إلى أن الإمام كما قالوا يعني أنه لا يمكن أن تصيبه رصاصة، وأنه مؤيد من الله، وأن كل من يعني يفكر فقط أو حتى يعني يكرهه بقلبه فهو آثم، وأنه سيبتليها الله، وما إلى تلك الدعايات والهالة المصطنعة الكاذبة التي صنعها على نفسه.
هذه الثورة وما قامت به بعد ذلك بعد فشلها وما يعني من جرائم ومن قتل على الشبهة وبدون محاكمات، ولناس من خيرة أبناء اليمن من علماء من مشايخ من مثقفين من قضاة من كل مكان بإعدامات شهدها يعني بعد في سجن حجة يعني بحسب مزاج هذا ذلك الطاغية. كل هذه يعني كانت وقودا لسلسلة انتفاضات أخرى تكررت في 55 في تعز مع الشهيد ثلاية، ثم سنة 58 في انتفاضة حاشد والشيخ حميد الأحمر الشهيد ووالده، ويعني وصولا إلى محاولة اغتيال والتي مات فيها الإمام أحمد في اللقية والعلفي في مستشفى الحديدة، وصولا إلى الحركة الكبرى في 26 من سبتمبر بعد أن نشأ تنظيم الضباط الأحرار يعني أواخر 59، وكان التنظيم يعني حيث أدركوا أنه لابد من حركة منظمة من داخل الجيش بعد أن دخلت فيه بعض يعني التحديثات والبعثات الخارجية. هؤلاء النخبة الذين فكروا بشعبهم، يعني هؤلاء سواء في 48 أو في 62 الذين كانوا طليعة الشعب اليمني هم النخبة، نستطيع نقول أنها المتعلمة والتي استفادت من عصر يعني ذلك الإمام الطاغية، ويعني ومع ذلك لم يركنوا إلى ما يمكن أن يحصلوا عليه من مصالح أو من مناصب في عهد الإمام، وهم يرون شعبهم ويرون البلدان التي درسوا فيها وخرجوا إليها أين أصبحت وكيف حال اليمن، فنذروا بأنفسهم وبحياتهم في سبيل تخليص اليمن من ذلك الكهنوت. ثم يعني جاء النصر العظيم، نقول لأن البعض يريد أن يسلب الشعب اليمني من شرف هذا النضال، فيقولون مثلا ثورة 48 كانت ثورة الإخوان المسلمين و62 ثورة عبد الناصر، وكأن الخارج هو من قرر الثورة والبقية كانوا يشتغلون مع الخارج، وهذا كذب وتزوير للتاريخ. سنة 48 نعم وقف الإخوان المسلمون في مصر إعلاميا ونشروا في صحفهم في تلك الفترة، وكان الفضيل الورتلاني وهو مندوبهم إلى اليمن جاء إلى الإمام يحيى، لكنه كما فعل أيضا جمال جميل قرروا أن يقفوا مع الأحرار. وفي 62 عبد الناصر استجاب لطلب الدعم ودعم الثورة كما فعل التحالف العربي اليوم والمملكة العربية السعودية. في كل الأحوال النضال هو يمني والثورة هي يمنية والقضية هي يمنية، والخارج عامل مساعد. نعم لا يمكن أن ننكر دور مصر ولا يمكن أن ننكر ما قام به الجيش المصري، لكن مع ذلك انسحب هذا الجيش في 67، وظن الإماميون أنها الفرصة لإسقاط هذه الثورة، وحاصروا صنعاء فعلا 70 يوما ووصلوا إلى نقم وأحاطوا بها من كل جانب، فهب الشعب اليمني هبوا حفاة عراة، أخذوا بنادقهم ومن بيوتهم وأتوا من جنوب اليمن ومن شرقه وشماله، جاءوا من البيضاء وجاءوا من إب وجاءوا من عدن ومن الضالع ومن كل مكان، وفكوا الحصار عن صنعاء، وكان النصر العظيم وكان سقوط الإمامة للأبد. هذا الالتفاف الشعبي في ذلك الوقت يعني في تلك الحالة، وبعد أن وصل الإماميون أو كادوا أن يسقطوا العاصمة صنعاء والثورة، هي تبين فعلا أن عظمة الثورة اليمنية وأنها كانت إرادة شعبية، وأن إرادة الشعب من إرادة الله ولا يمكن أن تهزمها أي قوة في العالم، وهو ما نراهن عليها اليوم. نعم قد يرضخ لفترة، والسنوات في حساب الزمن والتاريخ والمجتمعات على العقود حتى من الزمن ليس كبيرة، قد يرضخ وقد يعني يسكت فترة حتى تمر عاصفة ما وحتى تتهيأ ظروف أخرى، ثم ما يلبث أن يهب. وأنا أتوقع في هذه الفترة بعد أن وصل الوعي إلى كل يمني وبعد أن أدركوا خطورة هذه الفكرة وخطورة هذه الجماعة أن معالجاتها ستكون جذرية، وأننا سنتجنب ما وقع فيه الأخطاء بعد قيام ثورة 22 بعد قيام ثورة سبتمبر وترك الفكر الإمامي وعدم معالجة جذور الإمامة والعنصرية، وتحصين الجيل بعد ذلك بإذن الله تعالى من هذه الأفكار حتى تكون آخر انبعاث لها بإذن الله تعالى. الأستاذ زايد جابر الكاتب والباحث في التاريخ اليمني ووكيل وزارة الثقافة كنت معنا، شكرا جزيلا أستاذ زايد لمشاركتك لنا ولكل هذه الأطروحات.
سنخرج إلى فاصل قصير مشاهدينا، نعود من ثم ونكمل حوارنا مع ضيفنا الذين مع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا حول الكفاح اليمني والمشروع اليمني المقاوم للكهنوت من طلقة الشهيد القردعي إلى قتال الحوثيين اليوم. هلا استكمل هذا الموضوع مع أحد رموز الفن اليمني والمقاومين للمشروع الكهنوتي وعضو فريق التوجيه المعنوي الأستاذ فهد القرني. أستاذ فهد أهلا وسهلا بك. سلام عليك أيها الحبيب، وسلام على ضيوفك الكرام، وسلام على سهيل، وسلام على مشاهدين سهيل، وسلام على روح ثائرنا العظيم القائد الرمز الثوري المناضل مؤسس الطلقة الأولى للمقاومة القردعي، هذا الرجل العظيم الذي أسس فعلا كان أحد الأجداد المؤسسين لطلقة المقاومة ولمشروع المقاومة المستمر حتى اليوم في مدفعية الشباب في نهم وفي تعز وفي ميدي وفي كل ربوع الوطن. وقد انطلقت في الحديث أستاذ فهد وأجدد ترحيبي بك، الربط ما بين المقاومة الأولى والطلقة الأولى وما بين الرشاشات والمدافع التي تخوض من الأحفاد اليوم ضد أحفاد القردعي ضد مشروع الكهنوت الإمامي، كيف يمكن الربط والمقارنة بين الأمرين؟ في كلا الطرفين، سواء طرف المقاوم اليمني الحر أو الطرف السلالي الكهنوتي، الطرفين قديما وحديثا لهم امتدادات عميقة. نحن في الخط المقاوم الثوري الوطني كان الأجداد من القردعي وكل رفاقه الثوار العظام كانوا قد رسموا ولخصوا انطلاقة الرصاصة الأولى المقاومة. تعال شوف معي ماذا كان يقول القردعي من تراث القردعي، هذا الرجل الثائر العظيم، حين قال: قد هم على شور من صنعاء إلى لندن، متقاوبة كلهم سيد ونصراني، وتقاسموا الأرض كل منهم وثن، فرض اليمن كدروا عاقل وسلطاني. كلمات هذه الكلمات للقردعي لخصت أن المشروع الإمامي السلالي الكهنوتي الذي كان يجب أن يقاوم من الأجداد وهو اليوم يقاوم من الأحفاد، هو مشروع مرتبط من صنعاء إلى لندن، هو مشروع مرتبط من 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 الأطماع الاستعمارية القديمة والأطماع الاستعمارية السلالية. القردعي أراد أن يقول لنا بهذه الكلمات أن الاستعمار الداخلي سواء من الاستعمار السلالي أو الاستعمار الأجنبي كان له هدف واحد وهو إبادة الهوية الوطنية، إبادة روح المقاومة عند الناس، إيجاد مجتمع ساكن خافض عبد مستسلم للخرافة مستسلم للكهنوت. لكن انطلاقة الرصاصة الأولى للأجداد والتي تحولت بعد ذلك إلى مشروع وطني مقاوم استمر حتى ثورة 48 العظيمة التي لم تنتكس وإنما كانت أيضا شرارة، استمرت حتى أتت ثمارها 26 سبتمبر، واليوم طلقة الأجداد تحولت إلى مدفعية في نهم، تحولت إلى مدفعية في الجوف، تحولت إلى مدفعية في الضالع، تحولت إلى مدفعية في الساحل الغربي، تحولت إلى مدفعية في تعز، لتقول أن الشعب اليمني جعل من المقاومة وروح المقاومة عنوان، وأن المقاومة مستمرة والربط للعبودية والكهنوت مستمر جيل بعد جيل، نتوارث شرارة الثورات، شرارة الانطلاقة، شرارة الحرية. نحن جمهوريون وهذه الأرض جمهورية، واليمني لن يستكن الكهنوت السلالي المريض القائم على الخرافة. هذا المشروع الآن اليمني الجمهوري المقاوم لمشروع كهنوتي، مشروع في الظاهر ولكن لا مشروع في الباطن، هو مشروع فقط أنهم هم الحكام وغيرهم يجب أن يكونوا محكومين وأنهم مصطفين من الله تعالى. الآن وقد رص الصفوف اليمنيون، وهذه واحدة من دعوات الشهيد علي القردعي عندما استنكر أن الكل أو البعض يريد أن يجزع العوجة على الآخر وكلهم تحت يعني ظلم الإمامة قائم. هذه الدعوة إلى أي مدى اليوم تلاقي وتلامس أسماع ومطلوب أيضا الاستجابة لها والاستفادة منها كدرس تاريخي؟ نعم يا أخي، القردعي علي 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 القردعي هذا الثائر العظيم وضع منهجية للروح اليمنية المقاومة يوم قال
الطير حلف بالله وبالرب اقسمه ما طاعكم لو تشعل الدنيا شعيل. هذا التمرد الحر من القردعي ورفاقه توارثناه جيلا عن جيل. يا أخي الحبيب أنا أدعو عبر سهيل عبر هذه القناة الثائرة قناة المقاومة الثائرة، أدعو كل من يسمعني الآن اقرأوا كتاب الحرية للسنيدار، اقرأوا كتاب العز السنيدار، اقرأوا تاريخ العز السنيدار، اقرأوا ما كتب السنيدار ليلخص الكهنوت، ليلخص وسائل السلالية المريضة في قتل المقاومة. شوف السلاليين عبر التاريخ كانوا يستهدفون المقاومة، روح المقاومة عند الناس لخلق مجموعة عبيد، لذلك درست منهم مؤخرا ثقافة الزنديل والقنديل. هم يعلموا أنه لن يحكموا اليمن وقد قالوها للأتراك، قالوها نحن سنحكم اليمن بالشائعة، سنحكم اليمن بالموروث الديني المنحرف القائم على أساس أن من يخالفنا كافر، من يخالفنا منافق. ولذلك الجماعة السلالية التكفيرية في كل مفرداته وكل مخرجاته الدينية والثقافية تريد أن تصنع مننا مجتمع عبيد قائم على الخنوع، نستسلم، يقتل روح المقاومة والعزة والوطنية فينا. لذلك يا أخي القردعي ورفاقه العظام أسسوا ومعهم كثير من الثوار روح التمرد على العبودية. لسنا عبيد، نحن وطنيون، نحن جمهوريون، نحن لا فرق بيننا، الناس سواسية كأسنان المشط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، منهجية السلالية أن هناك سلالة مقدسة وسلالة من يخالفها خرج على الملة وطاعتها واجب شرعي، كذب وهم. قام القردعي ورفاقه واليوم مستمر هذه الروح الثورية مستمر لدك الخرافة. هذه الروح المستمرة، روح الشهداء، روح الثوار، روح الذين ينشدون الدولة اليمنية لكل أبناء اليمن وليست لسلالة. سأستكمل معك الفكرة والموضوع، اسمح لي أشارك. هنا معي مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة مارب الأستاذ علي بقلان. أستاذ علي أهلا وسهلا بك. سيد علي ربما لا أدري هل يصلنا ويصل المشاهد الصوت بشكل واضح، لكن دعني أيضا وأستمع لك جيدا لنشير هنا إلى أن طلقة الشهيد علي القردعي وهو ابن قبيلة مراد وابن مارب، ويعني انطلاقة هذه الرصاصة من هذه التربة الماربية، هل هو من يعني عجائب القدر أن مارب أيضا ما زالت حتى الآن تحتشد برجالها وقبائلها لمواجهة هذا المشروع اليوم بهذه الصورة الاستثنائية؟ لا أدري هل ما زال الأستاذ علي معي؟ أستاذ علي؟ نعم ايه تفضل. تفضل أستاذ علي. أقول لك أن علي رافض جلدي رحمة الله عليه عندما تحرك في 48 نحن عظمنا برئيس الحرب الثاني، ها؟ عظمنا برئيس الحرب الثاني، لا يقول أنا نفس الجوبر هو نحن عظمنا برئيس الحرب الثاني، لا يخرج من على صنعاء بتاعنا، قبل معارف الجوبر جميع البلاد لما حضرت خلاص أنا في الجوبر. نحن نقول لك بأن نحن في الجبال ومعنا كل حرارة اليمن أنا قوية ونهجة. وهو استطاع أن يعني حطم السيد واللي هو كان وصح وأبنات له أنه يعني إعسان أنه يعني جوا عليه يعني ما يحتاج إلى إرادة. ونحن هذا الإرادة أن نتمتع بها وعندنا قوة وإيمان لأن نحن منتصرين وأن الصوت
وان الحد وان الدوله الاتحاديه الديمقراطيه قادمه باذن الله. استاذ علي، كان ايضا ودنا ان تكون معنا فتره اطول لكن ربما رداءه الاتصال، نعتذر لك وللمشاهد منه. الاستاذ علي بقلان مدير مكتب الثقافه بمحافظه مارب، وباذن الله تعالى تكون معنا في حلقات قادمه وحوارات قادمه ان شاء الله. اعود الى الاستاذ الثائر الاستاذ فهد القرني. استاذ فهد، هناك نقطه مهمه، رغم ان الشهيد علي القردعي استشهد ويد الامامه امتدت إليه وللا رفاقه الذين كانوا قد أقاموا ثورة في 48 وحتى سيطروا على صنعاء في ذلك الوقت، إلى أن الإمامة عادت ويعني قتلت هؤلاء الشهداء وغيرهم. السؤال هنا، هل توقف اليمنيون؟ هل نجحت الإمامة عند هذه النقطة؟ كيف استمروا؟ كيف قووا يوما بعد يوم؟ أستاذ مختار، قبل أن أجيبك على سؤالك، أنت وضعت قبل قليل لفتة رائعة غاية في الروعة، وهي أقدار الله سبحانه وتعالى كيف تجعل كيف جعلت التاريخ يعيد نفسه. القردعي الشهيد البطل علي بن ناصر القردعي المرادي المأربي السبئي القحطاني، كانت انطلاقة رصاصته الأولى من هذا الثائر المرادي المأربي، والآن نحن في مقاومة جديدة للمشروع الإمامي كان لمأرب ولمراد، قبيلة مراد وكل قبائل مأرب بلا استثناء كلها كانت هذه القبائل المأربية هي أيضا الحاضنة الأولى والأكبر والأشرف للمشروع للمقاومة المشروع الإمامي. هذه اللفتة يا أخ مختار التي وضعتها مهمة جدا، علينا أن نعلم أن العدو السلالي يعرف أهمية مأرب وأهمية قبائل مأرب تزود عن حياض الجمهورية. لذلك تحية لروح الشهيد القردعي ورفاقه، تحية لقبيلة مراد وقبيلة عبيدة والجدعان وكل قبائل المأرب بلا استثناء، وقبائل اليمن بلا استثناء، مزحق وكل قبائل اليمن أين، وقبائل تهامة وقبائل لحق وكل قبائل اليمن الثائرة. إجابة على سؤالك أخي الحبيب، الإمامة لماذا تعود؟ سؤال غاية في الروعة يا أخ ومختار، لماذا تعود الإمامة رغم كل التضحيات؟ لأنها هذه المشروع الكهنوتي الاستعبادي الاستعماري السلالي يجب ثغرات مهمة في الأجيال يدخل من خلالها. هذه الثغرات تتمثل بماذا؟ واحد، أننا لا نقرأ تاريخنا، أنهم يعملون على طمس الهوية وطمس التاريخ، يعملون على التزوير من خلال دس في المناهج، من خلال دس في الموروث، من خلال التسلل إلى مؤسسات الدولة والنخر فيها، من خلال الاستمرار بالتربية السلالية المناطقية القهوية، التربية السلالية المستمرة بصمت، من خلال اختراق مؤسساتنا الأمنية ومؤسسات الدولة. لذلك الشهيد الزبيري ورفاقه كانوا على تحدثوا، الزبيري قبل مقتله بأسبوعين تكلم قال نريد قوانين في الدستور وفي التشريعات تحد من اختراق الاختراق السلالي لمؤسساتنا. نحن لسنا مناطقيين ولا سلاليين ولا طائفيين، نحن جمهوريون دستوريون، ندعو جميع أبناء اليمن قحطانيون وهاشميون وغيرهم أن ننصهر جميعا في وطن واحد تحت دستور واحد، لكن علينا أن نحمي جمهوريتنا من الاختراق السلالي. هذا الاختراق السلالي الذي جعلهم يعودون للمرة، قاوم القردعي وقدموا التضحيات وانتصرت ثورة 26 سبتمبر لكنها تركت ثغرات للمشروع السلالي أن يعود. الحل لذلك أن نحصن مؤسساتنا، أن نحصن قوانيننا، أن نحصن دستورنا، أن نحصن مؤسساتنا من كل نغمة سلالية، من كل فعل سلالي، من كل تحرك سلالي، وعلى أجهزتنا الأمنية الخاصة كالأمن القومي والأمن السياسي أن يظل أن ينشئ إدارات تختص بإدارات لنسميها إدارات حماية الهوية من خلال رصد كل التحرك السلالي أو المناطقي أو القهوي لأي فئة كانت ولأي سلالة كانت، التحرك المقيت الذي يدمر جمهوريتنا. نعم. ويدمر وحدتنا. طيب أستاذ فهد، أعود إلى النقطة الزاوية الأخرى، أنه رغم أن الثوار خسروا قيرة رجالهم في تلك الفترة 48 وعادة الإمامة، إلا أن يعني لم ييأس الشعب اليمني ولا الثوار
وقويت شوكتهم واستمروا في المحاولات إلى 54 إلى 58 تقريبا إلى 62 وما بعد 62 أيضا وإلى اليوم، يعني بالتالي تضافر هذه الروح وتكاتفها واستمرارها وخصوصا في هذه الفترة. معك يا أخ مختار، شوف يا أخي الحبيب، إحنا لم نخسر في 48 أحد، ولم نخسر في 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 نضال أجدادنا من القردع وغيره أحد، لأنه شهداؤنا ليسوا خسارة، شهداؤنا ربح، تضحياتنا ربح، وهو تراكم للتضحيات تخلق فينا أيضا جذوة للمقاومة والروح، لأننا نشعر بأن هذه الدماء أمانة في أعناقنا، علينا أن 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 أن, أن يعني ألا تضيع هذه التضحيات. الأمر الثاني أخي الحبيب، ما أسباب استمرار هذه الروح؟ وهذا وأعتقد هذا هو سؤالك، لماذا اليمنيون، ما هي الروح التي جعلت اليمنيون يستمرون بالتضحية جيلا بعد جيل رغم التضحيات ورغم انتكاسات لبعض الثورات؟ السبب يا أخي سببين اثنين، أولا عدالة قضيتنا، احنا ما عندنا قضية مناطقية ولا سلالية، عندنا قضية وطنية جمهورية حقيقية قائمة على المساواة، وفساد منهجية السلاليين، فكر السلاليين، عقائد السلاليين، مشروع السلاليين الطائفيين الأمراض، لأن مشروع السلاليين مرض. لا يمكن أن تقوم دولة ولا يمكن أن يقوم عدل ولا يمكن أن 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 تقوم إنسانية بمشروعهم السلالي الكهنوتي المريض. السلاليين تجرؤوا على الله فحرفوا دين الله، تجرؤوا على رسوله فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحولوا رسول الله إلى مشروع تجاري سلالي كرسي حكم، بينما مشروع الثوار ومشروعنا قائم على المواطنة على المساواة، على روح الإيمان العظيم، الإسلام العظيم القائم على إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اثنين، سبب أيضا استمرار جدوة المقاومة هو التوحش السلالي المستمر. ما عاد السلاليين إلا وعادت معهم التوحش، الإجرام، القتل الفظيع، التوحش في حق اليمنيين، الأمراض، التخلف، عاد معهم الدم، عاد معهم الموت، عاد معهم السفك، وهذا يجبر اليمنيين على المقاومة، يجبر الناس على الاستمرار، يجبر الناس، لأنه يا أخي فطرة الإنسان الدفاع عن النفس. قل لي، تعال أنا وأنت نناقش، مين لما أتى المجرم الرسي هذا الذي أسس منهجية الإجرام ومنهجية الانحراف في الهوية وفي العقيدة وفي الوطنية عند اليمنيين، من لما أتى الرسي إلى اليوم، تعال ناقش معي كل جرائم السلاليين ومعاركهم ضد الجمهورية، ضد الدولة الوطنية اليمنية. نعم، طيب الرسالة الأخيرة أستاذ فهد، لأنه لم يعد لدي وقت وكان ودنا أن تكون أطول، يعني الآن مستلهمين التاريخ وحاضرين في الواقع، ما رسالتك الختامية في نصف دقيقة لو سمحت؟ رسالتي الأخيرة، أنت لم يعد لديك وقت لأنك محكوم ببرنامج، أما رسالتي الأخيرة فهي أنه ما زال لدينا الوقت لنقاوم، وما زال لدينا الوقت لنكنس هذا الشر، وما زال لنا الوقت لنسأر لكل شهدائنا من القردع وغيره ونسير على نهجهم. دعوة لكل الجمهور الذي يسمعني الآن عبر سهيل الرائعة، يا شعب اليمن، هذه معركة وجود، إما أن نكون أو لا نكون، إما أن يكون الحق والعدل والمساواة والوطنية، أو أن نكون عبيد عند هذه السلالة التي ستقتلنا وتجهلنا وتدمرنا، فلنتحرك إلى الجبهات، فلنسلد جيشنا الوطني، فلنسلد شرعيتنا، ونتحرك بقوة ونوحد صفوفنا إلى أن نستعيد جمهوريتنا، وسنستعيدها إن شاء الله. أستاذ ثائر الفنان فهد القرني، شاركتنا هذا الحوار، شكرا جزيلا لك ولكل رسائلك وطروحاتك المهمة والرائعة. شكرا أستاذ فهد، شكرا لكل ضيوف الذين كانوا معي في حلقة اليوم، التحية دائما لكم مشاهدين على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله.